اعمل من هنا بطاطس شيبسي. عارف انت البطاطس الشيبسي؟ يلا. لا ده مش ثلاثة بس كده، ده كده قصة تانية. لا اسمعوا بقى يا وديها جماعة، في النزلة انا دي. مش عايز اموت، مش عايز اموت. ضربنا مع الله. لا والله ما كان قصدي. لا انا زعلان، انا زعلان. لا 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 انت شو حتة الدين طلقة في دماغ اللي جابوها من فوق؟ ليه ليه؟ اتفاق لي يا بنت، اتفاق لي يا بنتي خير. ما هو مجرد التشاؤم اللي بنتك فيه ده هو طول اللي مودينا في ده. اه تقولي كده كده هموت ليه يا بنتي ليه؟ عم عبد الله، ايه عم عبد الله، ايه يا حبيبي؟ ولا التشاؤم اللي بنتك فيه ده هو اللي هيودينا في داهية. ايوه ما انا بقول لها اتفاق لي. عاملة زي في الثانوية العامة. عم عبد الله عاملة زي وانا في عاملة زي كنا في ثانوية عامة، كل يوم متعقد والمواد تقيلة ودمها تقيل. ما عشان كده بخليها تفك شوية. هي في ثانوية كمان يا عم، انا لسه صغير. انت قول يا شباب بنتي صغيرة. ما انا عندي حنين وانا ربنا يخليهم لك يا باشا، ربنا يخليك. في حد طبعا غريب، في اللي حد كان ده غريب، في تلعب حد معاك. وفرحانين قوي ومسكنا سلاح مش عارف ايه. مين انا؟ على بيتي اللي فرحانه قوي بالسلاح كانت ماسكاه. خلي بالك يا رقم، ايه اللي رقم؟ اه والله لو معاك لحظه حلوه كنت موجود. واقف على السور يعني هينط. بص اتنين بفنشه بفنشه، وفي واحد تاني وراه. من عارف اتصور اتصور. الله الله الله. Excellent work. شغلي ده حلو. الله عليك الله عليك. هو يوتيوبر ده ولا بيلعب على الكمبيوتر؟ انا مش فاهم. هو مش عايز يتكلم معانا. انت شكرا لك يا عم. انت ليفل excellent work. انا بعد thank you. اهو معانا اهو الراجل قال لنا ثانك يو. يور ويلكم. ايه طب انت جاي لك واحد واحد.
سويسري الزونة اخينا بعدين ما فنشوش لا اهو خلص يعني محمد انا بذاكر هقفل اذاكر من هنا اخش مش عارف مفيش حاجه من ذاكرتها تيجي يا نهار ابيض هي سبعه وعايزه تركيز خلي بالك والله ما بيعمل لها والله مركز الواحد مش مركز انت جاي جري اصلا وشايفه من فوق ما هو الواد هرب اصلا من قدامه هناك لما قتل الواد اللي فوق السطح ده هرب منه بالبج اها ايوه عشان كده واقف تحت البج ده صح نحييه برضو excellent work يا بيك بعرف عم عبد الله ده يوتيوبر عم عبد الله والله والله شو كده يا عم عم انا عليك لعيب بس لا تلعب كده Grosso.